وجه سامي للغرار في كل عام الصدور من المعازيب الكبار لطيبهم دمهم خضور خليفة اللي له وقار لشعبه بحكمه فخور ابو خالد اللي له إشار لا من حاضر كف ولا حضور الهجرة عندما تجار لا يلحق الموروث جار اشراف من إذا متابعينا الكرام نتواصل بتواصل أشواطنا وشوطنا الرابع ينطلق أمام حضراتكم بهذه الأعداد وبهذه الأسماء وبهذه الشعارات. شوطنا الرابع يحمل لنا في طياته هذه أيضا الأسماء من الجعدان المهجنات الأصايل لسن اللقاية 4 كيلومترات هي مسافتنا المقررة ضمن إشارة الديوان الخامسة مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى والمركز الأول إلى شعار ناصب رملي بن محمد العامري يقدم لنا هنا أيضا خالص مع الصدارة الأولى بينما المركز الثاني هنا التواصل في هذه اللحظات المركز الثاني هنا التواصل في هذه اللحظات والقدوم مشاهدين الأعزاء أيضا من منذر لحمدان بن محمد بن مبروك بن طماطم العفاري يتقدم في هذه اللحظات مع منذر مع المركز الثاني حيث الدخول في هذه اللحظات من شعار محمد بن عويض بن حمد العامري يقدم لنا هنا مقادر على ثالث الأسماء بينما هنا التواصل في هذه اللحظات والقدوم القدوم في هذه اللحظات من راهي لحمد بن محمد بن مبروك بن طماطم العفاري يقدم لنا اسمين في هذا المسار بينما هناك التسلل على خامس الأسماء ويتواصل في هذه اللحظات النشمي لراشد بن حمد بن جمعة الحكماني بينما هناك التسلل على سادس الأسماء والقادم في هذه اللحظات والمتواصل بدران لحمد بن الدحبة بن غزول العامري يتواصل على سادس الأسماء بينما سابع الأسماء يأتي هنا مشاهد الأعزاء أيضا غياث وسالم بن عوض بن طويرش العفاري يقدم لنا غياث على سابع الأسماء بينما ثامن الأسماء التواصل في هذه اللحظات والقدوم من الوضيحي لهزاع بن علي بن راشد أيضا بن سلام الاكتبي يتقدم في هذه اللحظة ويتواصل من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع بينما هناك أرى قدوم في هذه اللحظات من مذهل لخليفة بن محمد بن سالم الدرعي تبادل سريع ما شاء الله ما بين الأسماء ناخذ المركز العاشر والقادم في هذه اللحظات هناك علي بن سالم بن طويرش العفاري يقدم لنا إشهاب في هذا المسار هذه النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة الأولى ومن يبحث عن الفوز والانتصار في هذا المسار هنا الكل يبحث عن الفوز والانتصار والناموس هو مطلب للجميع عودة إلى الصدارة عودة إلى مركز الأول والقيادة الأولى هنا والصدارة متابعين الأعزاء ومن يأتي هنا مع الإبداع والانطلاق المميز هنا شعار خليفة بن محمد بن سالم الدرعي يقدم لنا مذهل على الصدارة على المركز الأول بينما هنا المركز الثاني يأتي في هذه اللحظات يأتي خالص وناصب رملي بن محمد العامري يتواصل مع خالص في هذا المسار مع المركز الثاني ونحن ندخل في بوابة 1200 متابعين الأعزاء وهنا قدوم أرى هجوم في هذه اللحظة وتواصل من الوضيحي لهزاع بن علي بن راشد بن سلام الاكتبي هنا يتواصل بن سلام يقدم لنا هنا شعارة
مع الكيلو المتر الأخير من خلال هذا المسار والتحدي والمنافسة. مشاهدي الأعزاء، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط والقيادة الأولى متابعين الأعزاء. وهناك شعار الدرعي يقدم لنا مذهل، يقدم لنا مذهل خليفة بن محمد بن سالم الدرعي. وهناك ثاني الأسماء ناصر بن رملي بن محمد العامري، والقدوم في هذه اللحظات من الوضيحي لهزاع بن علي بن راشد بن سلام الاقتبي. وصلت الأسماء والشعارات، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن الاندفاع. وهنا أيضا متابعين الكرام والعصاف الأبطان، الأداء التلقائي هنا مشاهد العزاء يأتي هنا مذهل، يذهل الجميع، يذهل أيضا المشاركين، يذهل المتابعين من خلال انطلاقاته تحدياته. ما شاء الله خليفة بن محمد بن سالم الدرعي هنا يقدم لنا مذهل. يبي السلامات إلى ميدان هناك رقيعات، إلى ميدان رقيعات هنا مشاهد العزاء. إذن هنا متابع العزاء مذهل خليفة بن محمد بن سالم الدرعي. سلام تهانينا وناموس حتى خط النهاية، والعصاف الأبطان تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز. المركز الثاني وثاني الأسماء مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام وصل في هذه اللحظات مع المركز الثاني. هناك خالص ناصر بن رملي بن محمد العامري ثالث الأسماء، ضاري مع المركز الثالث الدحبة بن غزول بن حمرور العامري. عودتنا بالتانية والناموس متابعينا الكرام لمن قدم لنا مذهل في هذا المسار، خليفة بن محمد بن سالم الدرعي. التوقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانية 53 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس.